مشاهدينا اهلا بكم الى فقره الرياضه اليوم والتي نبدأ من المغرب، حيث انهى المدرب يوسف فرتوت ارتباطه بفريق اولمبيك سفي، وذلك بعد الاجتماع الذي جمعه باداره الفريق امس الثلاثاء ليتقرر رحيل فرتوت عن القرش المسفوي بعد ايام قليله من تجديد عقده. وجاء قرار رحيل عن سفي بعد ان ساءت العلاقه بينه وبين اداره الفريق، وذلك بعد ان تدخلت الاداره في شؤون النادي التدريبيه واخرها الغاء الحصه التدريبيه ليوم الاثنين، الشيء الذي دفع فرتوت للرحيل عن الفريق. كما أن النتائج السلبية الأخيرة للفريق المسفوي دفعت بإدارة النادي للتفكير بإنهاء تعاقد فرتوت كمدرب لأسفي. فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الأهلي الإماراتي مع مواطني العين في ذهاب الدور الثم النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب راشد بمدينة دبي، وفشل الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة بعدما تبارى لاعبهما في إهدار الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة، خاصة من جانب الأهلي الذي وقفت العارضة حائلا دون تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، وتأجل حسم التأهل إلى دور الثمانية للمسابقة بتلك النتيجة إلى لقاء الإياب الذي سيقام الأسبوع المقبل على ملعب العين. ويعد هذا هو التعادل الثاني الذي يخيم على لقاءات الفريقين هذا الموسم مقابل انتصار لكل فريق. وفي مباراة أخرى فاز فريق نفط طهران الإيراني بهدف دون رد على ضيف الأهلي السعودي، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق غلام رضا رضائي في الدقة 34، وتأجل حسم التأهل بتلك النتيجة إلى مباراة العودة التي ستقام بالسعودية الأسبوع المقبل، حيث يتعين على الأهلي الفوز بهدفين نظيفين من أجل بلوغ دور الثمانية، فيما يكفي نفط طهران الفوز والتعادل بأي نتيجة من أجل الاستمرار في المسابقة. من جهته بات فريق جامبا أوساكا الياباني قريبا للغاية من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزا ثمينا بثلاثة أهداف لواحد على مضيف إف سي سيول بطل كوريا الجنوبية في ذهاب دور الثم النهائي المسابقة. وفشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول قبل أن يفتتح أوساكا التسجيل في الدقة 62 عبر تاكانشي أوسامي، ثم أضاف زميله كوكي يونيكورا الهدف الثاني للفريق الياباني في الدقة 73، ووصل أوسامي تألقه في اللقاء بعدما أحرز الهدف الثالث لأوساكا في الدقة 86، فيما سجل جون تايهو هدف حفظ ماء الوجه لسيول في الدقيقة الأخيرة. ويكفي جامبا أوساكا التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة العودة التي ستقام بملعبه الأسبوع المقبل من أجل التأهل لدور الربع. كرويا دائما، انتصر فريق إمليك الإكوادوري على ضيف المكسيكي تايجرز بهدف دون مقابل في مباراتهما برسم ذهاب ربع نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، وسنحت أفضل الفرص في الشوط الأول لصاحب الأرض، لكنه عجز عن تخطي حارس الفريق الزائر نوهيل جودزمان. وأفلح إمليك في التقدم في الدقيقة 63 بعد أن سدد ماركوس مونديني كرة أبعد الحارس جودزمان، لكنها سقطت أمام ميلر بوناس الذي حولها برأسه في الشباك. هذا وسيستضيف تايجرز لقاء الإياب في سان نيكولاس غارسا بالمكسيك يوم الثلاثاء المقبل. صرح مشجع نادي بنفيكا البرتغالي جوزيه مغاراش الذي اعتدت عليه الشرطة خارج ملعب جيمريش يوم الأحد الماضي بأنه لم يتصرف أبدا بشيء يستحق عليه المعاملة السيئة التي قوبل بها من طرف الشرطة. مغاراش قال بأن الشرطة سمحت له بالمغادرة مع والديه لأنهما كانا مهددان بالسحق وسط آلاف الجماهير المحتفلة بتتويج بنفيكا بلقب الدوري المحلي. وقال مغاراش بأنه ربى والديه على احترام القانون والسلوك الحسن، وتظهر الصور بأن الشرطة تقدم نحو والد مغاراش المسن ولكمه واستعمل الهروة لضرب المشجع الذي سقط أرضا في الوقت الذي كان طفله وعمره 9 سنوات يصرخ. هذا وفتح المدعي العام البرتغالي تحقيقا يتهم فيه الشرطة بسوء استغلال سلطتها. حين كنت أكلم رجال الشرطة قلت لهم وأنا أشير إلى الملعب أن هناك أناس يتصارعون بالداخل وأن على الشرطة أن تحل هذا المشكل، وأعتقد أن ما استفزهم هو الحركات التي كنت أقوم بها. كنت بجانب ابني وفجأة لم أجده ووجدت في المقابل الشرطي يعتدي علي بالطريقة التي تظهرها الصور.
أعلن فريق مرسيدس بطل العالم في سباقات فورمولا 1، أعلن يوم الأربعاء توصل لاتفاق لتمديد تعاقد لثلاث سنوات جديدة مع سائقه البريطاني لويس هاملتون حامل اللقب، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى نهاية موسم 2018. ورغم عدم الكشف رسميا عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، قالت وسائل إعلام أن هاملتون سيحصل بمقتضى العقد الجديد على ما يزيد عن 40 مليون دولار سنويا. وينفرد هاملتون 30 عاما ينفرد بصدارة الموسم الحالي متفوقا بفارق 20 نقطة على زميله في الفريق الألماني نيكو روزبرغ بعد أول 5 سباقات من الموسم، وهو بالفعل واحد من أصحاب الرواتب العالية في الفورمولا إلى جانب الألماني سيباستيان فيتل والإسباني فرناندو ألونسو. قاد ستيفن كوري فريق جولدن ستيت ووريرز إلى تحقيق الفوز الأول على ضيفه هيوستن روكيتس ب 110 نقاط مقابل 106 في نهائي المنطقة الغربية من الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة NBA. وسجل كوري الذي اختير أفضل لاعب في الدوري العادي سجل 34 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في حين برز في صفوف هيوستن جيمس هاردن صاحب 28 نقطة و9 تمريرات حاسمة. والتقي الفريقان الخميس في ضيافة ووريرز الذي يصل إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ عام 1976 قبل أن تنتقل المواجهة في المباراتين الثالثة والرابعة إلى أرض هيوستن، ويتأهل إلى نهائي البطولة الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 7 مواجهات. بهذا أيضا نصل إلى نهاية الرياضة اليوم، إلى اللقاء.